الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وشرطها التمييز شرطي نيدو وتمييز بمعنى يوقفك وحكرا صاريو وإلمه يرى إنو هيرو وحكرا قرطو إنو قارو. والإسلام إسلام بامركا شرطي يدو أهاضي شروط ديدو شرطي بمعنى شروط بلو بشي ذا وهي مركا وحوي معرفة الله إضافي سيدة ساوي ذي العموم بي مركا فايدين إسا شروط يدو التمييز. والإسلام إسلام نموي والعلم بالمنوي وعلى نيين يئن لقرن يوي يا همامو يعني مركا كاغن مركا همد بدنو. وعد أيضا كتري لغن نقية فقد ما كي مركي سوح المركا وإنت اللواي يو ينافي أي ينافيها مركي سوح يعني ديدية يعني مركا ديدية مركا نيادة بحي مركا نيادة ديدية مركا كتري أي مركا من الشروطين كمديهي. ونية القطع نيادة مركي سوح يعني قطعي لنيودا بمعنى إن لقوية لنيودا من المنافي وحيالا نيادة ديدية كمديهي. ومنه ردة ردة أيها كمدة هاتي وحيالها مركة منافقة إسلام نوذي إن لغا نقضى أيها كمدة هاتي. ومنه ردة ردة كمدة هاتي فعد القدرة أود كتري أيضا مركة لغا نقضي على المنوي شيء لن يوني إلا أوده أي من المنافين كمديهي. أما فعد ولغتري القدرة عد مركة لغا مراد بوحة مركة كبنان إن مركة ليلاده وفعل أمر مبني المجهول ليلاده وسروده. فقد القدرة نمر كيسا نسخ قاربا قرية. ومنه ردة باكم إذا هذه فقد القدرة أي وفقد القدرة عطف بغير عاطف يمرك أود إن لوايا أيضا لقول نقية على المنوي يعني شيء لن يوني إلا أوده يظن وحكم إذا هاتي يلا منافقة ففقه أمره أمر كيسا فهد بس كتمام البيت إن لأودين وحمرك لن يوني أما عقلا نيان لو أودين أما شرعا نيان لو أودين أما عادة نيان لو أودين صدح ومدوى لبواسوك لي سيدا وحو مركا نيايي ويسدي ساسو ويسيسان ايو انو صلاة كتو كدو مكان نجيس انو صلاة كتو مركا شرعا بيوتا هاي يعني ميدان مركا اسوروهي. اما وحابو نيايي ويسدا ويسيسان ايو صلاة العيد صلاة عيدة بشرة جب قده هيدا انو كتو كدو يعني عادة باي مركا يساق اوتا هاي وح مستحيل عن دعيك هاي. اما عقلا باي مركا يساق اوتا هاي وحان مقدورا انو اللا اوو ذكري سيدا انو كو نيايو انو مركا كتو كدو يا إنا نكتو كان لبذا بينه وذنيه عقلا بيوتا يمركز وح مستحيلا ليه. ومنه فقد الجزم منافق كم إذا هاتي إن جزم اللوايه نيدو إنا يقاطع صوب أنتها إن لوايه والتردد يتردد كم إذا نيدي مركز وح المركا إن لقنا ونقضاء عن مركا جزم لقو أحي المكب حلا ما كنت شفته. لكن هنا مستثنيات تريد هل كان مستثنيات أي مركز وح المركا قصة عروري وحيالا لغا ريبه ايا مركي اسكا جرا عيالا ترددك اسكا اصح ايا ايا شروبي كرا انبا وحو لكل ماي صلاة دي جمعه او لتوكني صلاة دي جمعه او لتوكني مركو لكل ماي امام كي او مركا كتوصي ركوع دي اسكا تاقي اي مركي اسكا مركا قصوا بيبا والمركعة دي هراء او ميد بحرسا مركعة دي دنبا او جمعة دي كداش محون ايين ايا على التردد واسكا اصح ايا وحوية هدو ركعتك سوكارو وحوية مركا وحوتكونا يا جمعة. لكن هذه مركا ركعة أنا كسر قارين أقل من ركعة أدو كسر قارو وحين قانا يسأل ظهر بو مركا تكني مركا إمامك صلاة من نقصدهم يعني أفر ظهر أي تكني مركا أن يدي يدو التردد كتشرو وهي مركا يعني بلك كحران تهي دي صلاة دي مركا يسأل حين ركعة أتسو قارو ركعة دي كوها حرسان تهينا وحوة يوائي الشمع هذه كلام مركا يسأل عن وحبها حرسانين وح ركعة دو ما يسترعي عن سير ركعة دي ودبا يسأل تهي ركوع دينا لغا توصي مركا أنا وائي الظهر تردد كاس يدو كتشرو فيقع صحي سبب مسائل يصور أي مركة وحوية الشيء فحكم إذا نين مركة وحوية مسافرة أي استقنا مسافرة ونين مسافرة وكلا أي كفر فسوح يصور نين كان يترون ميو التامية لا يمسوا قصرنا نيجي يسيو حوية شرطي يصور باكو حرون هدو التامية لا تامية هدو قصري أنا لا قصري وانا هو صحي صور صالة ورهيبة واختلفوا على سو خلافي هل ركن النياد ركن متاهي أو تعد شرطا مثل الشرط مركة يسوح المركة اللي قلت لنا يعني مركا لو اعتقادنا يا إني شرط وما قدم قولك لهر مريه إلا وضع الرأي فهو المعتمد سقى أيام معتمد ولا مركا يعني لعسكرية مسألة نقصة أبصان نيادو مركن إمام سوا شرط خلاف باقي صورة علماء قاركود وحيدا أن نيادو باب الشروط باب الأركان مركا شرط أي ركن إغنى وحيكو كالصارين والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج صاحب المراط وقصيدة ركن إغنى وجزء ذات ذكملة شرط هنا وحوية خرج وكبحي بمعنى وحوية عن ذات ذي وقبح
شيء ذات ليس كم يدوى هو بقوة الرئة شرطي مركب وباب الشروط باب الأركان شافعي واسكو خلافين أقوال بيكريين إذا مركم بال حسابين أيام الشرط بعض يدركون كي يشرط قنا يعني مركب اسكو متكلمين وجرا بعض أبواب تكلا قاضي ويدي مركب هذه الصلاة وكلا يصون كلا كلا صاري ويدي مركب وحوي الصلاة وركني صون كان وشرط صون كا وشرط صلاتنا وركني سيدات يدين وجرا اصطلاحا قصاب صن مركا ركن كوا جزيك ذات ذا شرط قنا وكبحثية واصطلاح مركا يساح المركا علماء الكوهشية ومجرد الاصطلاح ساسا ودد علماء وحي الى هذان مدول بمقام كيسا كروا الله استعمالي كرام جازا سأن ترورود كبا وقريه هي مركا قطبت كلا قاركود باي قريه مركا استمر ساسي مركا قمسقنا مركن بها مسوا شرطي يعني استمر ساوينك مجر ألا لا هدين لقد لنا مسألة قصاب صن قطعية نيادة لقطعية فعل كيما بورينيو مسمى بورينيو وادع كرتا صورة لا صفر اينا علمة قار كورسا مركا ركن اينا تايبا مركا معتمد وادي مركا وحوهي شرط قوليها يلي هذا شرط تا شرط قولا داتا دايكا بحسنة سعودي قولا يلي هاتنا قطعية ابواب تقار مركا يسا نيادة لقوية ومركا يسا حن مركا واباب يسا ساس جواب تيد علمة قار وحي لان باب المغطلات بين قرن السايا باب الشروط يعني ساسي لما نية القطع إسلام لماذا قف هذا نية إنه جوية وبمعنى أو تبغى النقض قالوا بأي نية من أول كفر في المآل كفر في الحال بيها أما من عزم على الكفر في المآل كفر في الحال من بواحة نية إنه بقول سنة ما قالوا به ده بقول ما بقالي حالة وسلا نية قالي وهنية بعد 100 سنة إنه قالوا به حالة نية لفتيد قالي وعزم جاء نية كل يكو قالوا به قالوا علم رسول الله نوعه سلوكي نيادة قفنا مركا الدنب إن لغا قرى نية كلية وأن عمل لصعن ما دعبا وحن نيادة كل ما يستر ما يهدو يا سيدة قال لماذا وكلا ها لكن نيادة إحيان يعني كل ما يستر ما ينين أعمال القلوب كان وصاصي لها أعماش قلبية ونكدعة يغان ساصي لها قوية وقف نيادة مركا يساق آتم كن غني لكن أعمال الجوارح أن قال لما أحي إما عاصرة نيادة وقفت مركي ساحة المركان نيييه وضاره ما كنت دنبابا يا مساكو ما دنبابا يا آتي ما كنت نغنية مسألة خلاف بقصوة إمام الشافعي وكان وحاو يرين نيادة وكفرق نيييه وكو قالوا بي أما لكن معاصدة كلا نيادة ونيييه إلى قول أما فعل راعه نيادة آتي ما كنت نغنية وأنا سنة جماهير تقلت لك وحين عسكنا أيان إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم بها أو تعمل غاية الله دقي حديث النفس هو مرفوع بالي إلى قور مطلع ومركيسة وحان أن لا قبان قفك وحان لا قباني إلى أما كلام يسو بدلو أما عمل يسو بدلو مركا وحوهي هذو نيادو كير يكو كوبيني هاي قفك مركيسة قال لا قبان ما يؤاسم كنو قد ما بعض أهل علمنا وحي إلى ذوال لا قرية أحاو الدليلة قالوا فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وفي رواية البخاري إنه أراد قتل صاحبه وحضوني ولالك إنه جلسا ساقاتل في مقتول كل مضب النار تنقبله وحي كان الدري شريم ومين يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كإلحاد لطونا حرمك عذاب مؤلما نجر نفسنا عبد الله بن سعود نوحى ولو كأصحبي لو هم أدوكو هم يبو يريه امرؤ وهو في عدن أبيا عدن إساق قصده أن يلحد في الحرم كان حقا على الله أن يعذبه إنه عذابه أي إلهي صارت بمعنى إلى اسم لازمين مركا وحوية وأكد شواب أن علماء ذكرنا وحي دادين أما حديث كاستلمام إياه إنه أراد قتل صاحبه إنه كان مركا يسأل عمل بخضري سيف بصوقاتي ذلك سيس كدياي مركا سيدا ساوذي سيدا سا مركا لي النار تفكري إما أها أرن نية كلية وعمل كلك كمرا سورة نشيقي إن مركا مثل صاف سنة ظاهرة كان مركا حرم كان وحان رنك روا مستطنيات ومركا يسأل خصوصيات كحرم كي كمي. أبوابتك إلى وقياساتان نفقه ودحي لك على كل حال المسألة ذا وحقصه عن خلاف بأساسي روز مسألة كروا هل كان خصيصاء يا شرته مسألة ذا سوحوية علماء ذا قار كدوا وحي إلى ذن هدي اللي إلى ذن نيادو والركن هدي اللي إلى ذن نيادا وحي أبا هنلا إذن نيكالا ونيادو شيء وحوية وكوه الرئيسة أما بأول كيس مقارن لك أول كيس جزء بأوه الرئيس مقارن لك مركا هدي اللي هو الركن وحكر لازم يسبب إلى هدين سيد ابن السباقي أي كنت عليلي نية ذا وحي أبا هنلا نية كلا نية ذا كلا نية أبا هنلا سيد نية بنية أبا هنتي بتصلصل بكرانها تصلصل إن نية بآخر أين لا حي أي كلا جملة حموي وحورنا يا
وذكر أيضا يعني ابن نجيم بوشيدا إن نية لا تحتاج إلى نية، نية نية أم باهنا نية دي أدنيين يسي نية كليد أم باهنا وأتسين نية سنية. قال بعض المحققين إنما لم تحتج النية إلى نية لأنها منصرفة إلى الله تعالى بصورتها فلا جرمة، لا تفتقر النية إلى نية أخرى. يعني النية وحي النية وقبها وإليه علماء المحققين تقاركوا ذي لهذه النية وحي بأجشيدة مركة ورب حق إلهي الصورة ذي أجشيدة تساود يدوح النقضة يوح نبأه إن النية النية كالأوباها. ولا حاجة إلى التعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل. حاجنا الله مقبو إن لغو علايه نية هذين النية أوباها لها يتكلا تسلسل باكا لازم لها سلاتي يرى إن لغو علايه الله مقبوه وحا كفي عن إلا يلاده نية وحوية حق إلهي أي مركة أجهد دائم منصرفة وطاية سورة دائم ما دام إساس يدى أجهد إلا أن يكن الله صحاضرين يا مسؤولين. ولذلك يصاب الإنسان على نية منفردة ولا يصاب على الفعل منفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى. سأساودت هيا قفك اللوغة أباليا نية كلية لوغة أجرسية وفعل كلية أن لوغة أجرسيني نية كلية نوحا لوغة أجرسية يعني تشيدست أي أجهد صورة أي أجهد حق إلهي. والفعل متردد بين ما لله تعالى وما لغيره فعل روح ودحيا وحي إلهي أسغن إيا وحا مركا غير كيس أسغن إيا فرق ودحيا. وأما كون الإنسان يصاب على النية حسرة وعلى النية عشرة إشكال بها دو يسكو سؤال إشكال كاسو حوهي أهانشاء قفكو يهي من لغا أبالنا يو النية حسنة نية أن وح عمل بوهرين هل حسنة لغا أبالنا. وعلى الفعل عشرا فعل كومركا شيء ونفسن سمائي أخير كان طبعا لغا أبالنا وإن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل صابت وحي تهي أفعاش ومقاصد لكن نيويك ووسيلوي ما دام النيات أي وصيلتهي أي أمرك وحوي وصيلة دي أجر كيد أجر هذي مقاصد دي فعل كان وأجر كي صوبته سيدا أمرك وحوي حموي أي وحوك أرنا يا شرح وأشباه والنظائر كشرحي ابن النجيم إلا يا غمز عيون البصائر مجلد كواد صفحة بقولي تضبع طبع أولى دار الكتب العلمية. هيا شأن نظر وحكو السغنية هاي تعليل كنغضا بأيه أن يدي عمل في أصبر بردي أو يري محاها دواها داي سلاسة هاي نيدي مركا هل حسنا لوغو أبالي كري أهي فعل كين الطوال أو كغتش وابي فعل كان مقاصد أه نيدنا ووصائل نظر باقي السغن وامده نيدو وضا وصيلة ما قاربا مقاصد أفعاشنا وضا مقاصد ما هي بعض با وصيلة وإلا إلى أفعال أردامي وحوهي ووضا مركا مقاصد نيات أردامنا ووصائل وغير صحيح وحجنا مركا يسال أفعال مقاصدة هي أفعال يعني مركا أفعال وصائلة وكذلك النيات كنا لبضا ووقيسا وإنو مركا قفكو النيات يعني مركا إسلام لماذا ومقصود من ذاتي ما وصيلة كرية ما وصيلة كرية معها مركا وحوهي أرنك نوع عصر نظر باقصة أما أرنك سابسان محا أجر كيدو يراضي شوابتو حوهي أجر كيدو ما يراضي مركان اسبر بدغو ري فيلكينا توبا لوغو ابالينيا نيدينا هل حسنا لوغو ابالينيا جوابته waxay tahay ficilkan 10 lagu abaalinayo waa ficil iyo niyad socda kama manna markay sax niyadi ficil mujarrada ma ficil mujarradi sawab male ficil kan laftiisa niyad weelisa ah wadiyay imaad goysteena barkay ba kugu jira yaani marka ficilkan oo igamaad ajar batayna markay sagaana ku weeliya aniga abad markay sax marka fadilada ku heesha hadii kale wax walaal soo qaadin ba marka sidaas aawadeed aya tacliilka markii saaxan marka yaani tacliilka ugu sugan yahay nadar way wa fil yamin khassasat amma wa lam tu'amm ma yakhass jazma wa niyyat lafid fi al hukm ala maqasid al lafd kama qad usila wa sutn al yamin inda man hakam fa hiya ala niyyati ladhi al qasam wal fard rubbama ta'adda fi'luhu bi niyyati nafl istabana naqluhu khatimatan wa alam bi anna al niyya bi hasab al abwab fi al kayfiyya ka niyyat al wudu'i was salati wal hajj was siyam wal zakat وخصصت وخصصتي ما عمما وح مركي سلوح المركة وحممي أي مركة يعني نيدي خصصتي في اليمين مركة دارت بديه ولم تعمم ما يعممين ما يخص وح مركي سلوح يعني خاص نقنية يعني نيدي مركة ما يعممين عام كما يلين جزما يعني أي جزم جزما مسألة ذو هكذا نقوم الرمي أنا وحي تاي وحي ترتم مسألة قصة بسان شيء لفظي يسو عامي نيدي إني خصصته
ayaa laga yaabaa siday markay isaga jamaahirta culimadu ay qabaan oo saddexda madhabood ka mid yihiin shaaficiyada, maalikiyada iyo xanaabilada. Ama xanafiyadu waa diidan yihiin, waa inagii kitaabka maraaqigana ku aragnay. Maraaqigana waa inagii ku aragnay. Marka waxa weeye shay lafdigiisu caam yahay ayaa waxaa suurowda niyadii cinda almadaahib althalaasa inay khasisto. Oo waxa marka uu ka dhaartay inaanu markaysa waxaan marka yacni marka waxba cabin. إنه وحب عبنا وعم والله لا أشرب شيئا بوش هل كيبو وحو النيي شيئا وشيئا إن عانو كهدمي شيئا وحيا هيدو أن كراء في سياق نفي لحظي عموم كيبو وحو النيي استي عانو يقوين كهدمي تنوع سوحي ليه المركيس وحال المركة وواء صحيح ولا قرهي سيدا فيضا أي لي أما وحوية يعني أفر دمر وقبا مركة سوري مركيس وحال المركة النساء طوالق umarka aan qaba waa iga furan yihiin deeda wuxuu indhiyeeyay waa muhaashaad mas'alada la yiraahdo haasha faatima tabu qalbigiisa ku qabsada faatima yadu waa ka hadantahay faatimo yadu waa ka hadantahay ayuu qalbiga markay isaga faatay mas'alada muhaashaadka aan kaasa al muhaashaad bay aan ku tahay waxa marka waxa weeye ay tahay yadu markay isaga mid ay culimada qaar kood yaani marka asxinaya daabu markay saxay marka taday yaani yudayn mas'alada nuucada wuxuu oranayo saaxibul maraqi والمحاشات وقصر القصد يعني قصدي إن مركب محاشات كمثلا لا يدادو هي قصدي مركب يسح المركب إن يعني لحصريه بمعنى وحلقه يا من آخر القسمين دون جحدي لبذا قيبوت معنى وحقصه والرمي نوع لا يدادو خصوص لغة شعر عموم هي مركب يسح حن على العام والمخصوص مركب لبذا قيبوت تضم بيسي كم تايبون يعني ديد ملا ديلا يلا آن لكن سدى عكس هذا يضو مركب يسح المركب لما أرك بالي wax lafdigu khaas yahay in niyadu markay isaga caamnimo inta markay isaga niyada laga doono oo laga niyeeyo in caamnimadii lagu xambaaro lama arag baa leeyahay suuradaas taasa weeyd buu qareeba wa fil yamiin khassasat ma ammama wa khassasat wa khassistay ma ammama wixii markay isaga xal markaa lafdigii wax ammimay fil yamiin daarta gudaheedii waa ku khassistay niyadu khassasat ay hiya walam tu'ammim ma ammimin ma yaqsu wax markay isaga lafdigiisu uu khaas yahay oo wax gaara ku dhacaya ee niyadu may ammimin جزما أي يجزم جزما ونية الله في ذي قول مجمل لا بد مركي سواح المركا يعني سدى ينقرا ويسك له مركي سواح المركا صعر الطين واكتها ونسخ قرقود أي قريا مركا سدى كلامه في عن هذا سدى ينقرا تام مرة وحل ونية الله في ذي كمركي سواح وحكم واقع يدي في الحكم حكم كجديه على مقاصد اللفظ بمركا قصونا هذا أو وح مركا يعني وحوق قصدي اللفظ وجهه أي مركا قصونا هذا كما قد أصل سيدي أصل لك دي مركا مقاصد اللفظ قولي هاي بقى لقو حنباري بمعنى ألفاظ مقاصد لقو حنباري هذا معنى هذا نسخة كرنا وحكوطة الله ونية الله في ذي قول مجمل ونية الله في ذي كهذا لاية نية ديسو قول هذا هو مجمل لإجمالي وي مقاصد اللفظ لفظ مقاصد سنة تحمل ولا حنباري عليها مركا يسوح نوحا لقو حنباري مركا يسوح نية الله في ذي يعني ساسا لقو حنباري يعني مقاصد اللفظ قنا يعني مركا والو حنباري ولبا وحا في عنبا ليري سيدي فاداني قرانيو يعني نسخة دا يعني مركا وحا كسوغان ايا مركا في عن كاسا صوابا وايا مركا عبارات كي مركا اشباها ايا مركا وافق سم اشباه وحا ولي مقاصد اللفظ على نية اللفظ مقاصد اللفظ وحا كسوغنا تي نية دا مركا يساقا كهذا لاي الا في مسألة واحدة مسألة كلي مويانا انت كلمك يساقا كدريري مسألة وحوية والنية يعني مركا وحوية اليمين على نية المستحلف كدار سنة النية دي سالبو حنباريا يعني دار الحديث كمسلم صحيح كسوري بتلمون مسألة سالق الربيع لكن وحي كلا قائلك النية دي سالبو حنباريا كلا ونوقر اينا واحد مهدئين عكسي وطايبالي يعني سنة مركا يعني اينا عكسي وطايبالي انك ستو ستك الفكر الله وافشنك رو معنى والنية الله في ذلك هذا لا ين يجلس قول مجمل وهذا المركب يسقى مجملة أما هو قول مجمل وهذا لا إجمالية لبضى مذول بوصار ورتين مقاصد اللفظ لفظ قام مقاصد دي سنة تحمل وحلقو حنباريا يعني مركب عليها أن يضع لقو حنباريا والتصنية اليمين عند من حكم والتصنية هو مركب يسقى الله استثناء الله صار يبقى اليمين ودارته عند من حكم عدي حكمتين مركب يسقى أكتيس مركب أو كدارت قاضي أكتي فهي مركب يسقى عن مركب يمينته على نيتي أي على نية المركي سلا مستحلف بي أهاطي أما على نية القاضي أي أهاطي واسلها الكير إلا وحوى قاضي قسلا ودونه يمركا كان دارتنا يا أيو نيينية لا ذي القسم كدارت أصاحب كان نيدي سمركي سلا لوحا باري ماي والفرض ربما تأدى فعله والفرض فرلقه
ربما تأدى إنه مركز قدماء لقيابا فعله فعل كيسو بالنية النفل إن يسرنا النماء إنه كقدماء يا لقيابا استبانا ومركز يعني عداته وموقتي نقله راريتان كمسألة على صورة مسألة مركز يمين توحي علماء قال كتك الريبان حضيتها يعني مركز دار ظلمة وقفك ظلمة لقو دارنية ظلمة أي مركز وقفك لقو دارنية مسألة النوع عصا رابط الشرع اللي هو مالها ظلمة ولقو دارنية النوع عصا كلا هذا توريه يستو وحوي توريه يستو وصلنا نسا أو شيء توريه أقول لك بمعنى وحوي واحد وسينة دتك موتسينة يعيسو نزيك الوجيه توريه الوصا مسألة النوع عصا علماء قرطوا وقرا ينوت الموي فرق واحد يكرته نيسو النماء ينو كوجدني أو شيء فرق أنت لا يمادو السنة اللي نيجي هذا المرك يسوي حال مركا إنه شيء هو أصل. تسألي سواح يتوقف بعد تحيات صدي يسوى تحيات كي هو رأي وقبة وصلى الله بعد تحيات له من الحقيقة مدن به. طبعا هذا المرك يسوي إسقاط تحيات صدي سورة هذا المرك يسوي إمامك ويستاجي أيام بوب إمامك صلاب النقصلا. وأكجد ما يسوي المرك يسوي وأكد عيسى. الله ما يمر هذا نادو مركا وقبين وفر اللي ما ونيونين مركا تحيات كله يمر يسوي كيف فر الكعكة قد عمي سلور ما. وفر يستيسا ومركا وحوي جلسة الاستراحة وشيء وماذا يعني جلسة الاستراحة صوم مبايا هاينا وفر دي اللي بسجود بشي يعني تانا وحوي لورن مايو كاقو قد من مايو لورن مايو وحوري والضابيد كما في شرح المهذب أن من أتى بشيء مصنون يشتمل عليه منوي قبله فيتأدى بذلك المصنون الفرض وما لا فلا ضابيد ومركي سأشيك ضابيد كاسي وحوي يعني كلي ما ده شيء صنع شيء صنع وح لنيجي أكرر يكوف صنيع صنع هو كوجد ما يفعل وحي عن سدا صحيح ما صحيح مركز سجود ساوي جوا مركز كم هو الرئيس وعسي وسجود ساوي صوما يعين وحي أدوات يفعل كه وسجود ركن جاهي ذي ركع لا كجدي يعني مركز كم في اللبن كم في اللعيب تساوي ونقض السيوطي الضابط طردا وعكسا يعني مركز مدول بمركز يسح مركز وابري حضيت هاي حاجة ملك استوى حكم كاسس هذا يهدي تاي ملك استوى المغناطة أي واحد اللي وضع منا صحيح ما بمعنى وحوي قاعدة مضطردة أو منعكسة ما صور بدن أو سلاس يواجه لكن مضطردة منعكسة ما يعني ملك استوى كتير سين حكم كسر نقني ما ملك استوى حوي سلاس كم رنا شيء من ويكو الرئي أنا كبسنا يعني إنه كبر قنا ما هو حد عكرته إنه مركي يسوي حن مركي أنا كبر قنا وسوله ولا على إنه هو أراد باعتبار الغالب أي مركز شرحي وحلا جاي أبا نووي إنه سيدا غالب كأو قشيري مركز ضابط كشيري قواعد الفقه من سيدا ذو أغلب والفرض وفر القرب ما تأدى إنه قد ما أيا لا جاي أبا فعله مركز سمين تلا سمي بنية النفل إن يسون نما إنه كقد ما لا جاي أبا استبان وام مقضي نقله مركز رريتان كتالا صور رك يعني ربما أنا مركز سيدا وحلا استعماله تقليل هي تكسير لبعض مدول بالله استعمال هل كان التقليل بالوجه شذا إذا تقليل لوجه شذا كانوا حكمي ذا تكسير كغالب طاعي أنا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يرده أبوان يعني بيت كاسو كلا كميرا وبحر طويلة الله يرى مركي سلام مثل الله دلوه أنا أبلهي مثل الله دلوه أنا أبلهي يرى يوى النبي آدم يا نبي عيس وبضنا ورمي ولبا نبي عيس وسي كيرا يعني مذو حوية أبض له مذو أبض له عن سلام الله أبدا لنا يسأل مركي سلام يرى آدم بوشيرا مركا رب حلو استعمال وقت إذا قاركود للتقليل لكن تكثير بغالب خاتمة أي هذه خاتمة وعلى موقف أخر بأن النيتين النيدو بحسب الأبواب أبواب تمركي سوحن مركاين نسبة ضيني تايف الكيفية حق قابك كنية الوضوء سيدا نيدا ويسدا يو الصلاة صلاة يعني نيدا يو الحج حج كنيدي سي وصيام الصوم كنيدي سي والزكاة زكاة نيدا يعني ساسو قريب الكنو حكور رمياه نيادو وحال الله يقع مركي يساق أبوابتا أي الله يقع وأبوابتا مركي يساق حال مركا بابا يعني السيبا يكون نقونا يسا إينا يوحوه يسكو سيكل يا إينا مروى البطهي معها إينا يسكو سيكل يا طهي معها ومد بوحبال النيونية مد قول بال النيونية مخصوصة مد فعل مخصوصة للنيونية مد قول يفعل وضا صعودة ومخصوصة للنيونية وصلاة مركي يساق حال نيادة مركي يساق للنيينية ويسد نيادة للنيينية وكدوان ويسد وحلوها الله يما وفعل الثمينية مركا فعل كاتالنييني صلاتنا وحوية وأقوال أفعال أقواشا يفعاش أتالنييني مخصوص كعبادة حجك وأساس الله مركا وحوية يعني أبوابته وأخوك لدول صومك قصدي مركا وحلو قصدنا إياه إمساك مخصوصة وعبادة أي مركا يسأل لنييني زكذا شيء مخصوصة
xoolaha laga bixinayo laga saarayo ayaa loo qasbin yeelanayo marka abwaabtay ku kala duwan niyadii adigu qadarkaas uga sheegay hadalka niyaduna siyada waa badan yahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen niyada waa in marka aad iyo aad in la isugu taxallujiyo ayaa haboomayda ibn abi jamra oo kale wuxuu odhanayaa waxaan jeclaan lahaa buu odhanayaa fuqahada inay ku jiraan qaaraan markay isagaa niyo mooye wax kaleba ka warramay oo dadka un maqaasida uga warramay iyo niyoyu ciidamka shaanigeedu weyn yahay darteed qaar niyada un ka warrama oo aan shuqul kaleba iyagu lahay inay jiri lahaayeen maan jeclaan lahaa marka shay asalana maha waa shay la yidhi abwaabta dhan kusoo gelay cibaadaadkii buu ku saabsan yahay hadda cibaadaadka markuu saabsan yahay maaha macnaheedu marka abwaabta kale inaanu gelin nooc kasta oo far loo taago oo soo gelin mucaamalaadka wax fara badan baa niyo ku xidhan hadday tahay cuquuda waxyaalo badan baa marka isaga niyada soo geliyay iska kaalay kuwaasi waaba axkaam waxyaalaha aan axkaamta ahayn laftooda niyadu waa gashaa cilmiga marka naxwaha wax fara badan baa niyadu ku jirta nakiro maqsuuda ay yacni marka lagu leeyahay waa nakiro maqsuuda waa la niyayaa lagu leeyahay marka waxa weeye icraabu waa ka duwaya midna waxaa la odhanaya marka yaa rajuulaan waa nakiro maqsuuda baa lagu leeyahay ama munaada maqsuuda marka waxa weeye wax fara badan ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen أغلب أبواب النحو نيد وقشة تقرب أغلب كعبرة ككالة عربية علم العروض ك قبى يقول كلا نيد وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني قبى يا هاي المركز راح ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت مركب وحوي وزنك الشعر كهدي لا قوة وافق صمت ما هي قبى يقول نقوم يدي gabayga tacriifkiisu marka hore waxa shardi ah wasniga inuu iska waafaqo un mahay gabaynimo in looga qasdiyo sidaas iyadaaba shardi ah oo marka la tacriifinayo gabayga maxaa la yidhahdaa waa kalaamun muqafan mawzuunun maqsuudun waa kalaam yacni marka isaga la qaafiyo loo yeelay wasnina loo yeelay loona qasdiyey in la gabyo waa in loo qasdiyo laakiin haddaad iska hadasho marka isaga wasan gabay aad iska waafaqdo warta gabay maaha waa hadal caadiya haddii laakiin layaha wixii wasni gabay waafaqayaaba waa gabay waxa ka dhanaysa qur-aanka qaarkii inuu gabay yahay ila qaar baa awsaanta waafaqaya culamada qaarkood waxay 16 baxar baxar kasta waa leelaya markiisa waxaan markaa yacni aayaadka qaar waafaqsan baxar kasta waa leelaya muxuu gabay qur-aanku u noqon waayey wuxuu u noqon waayey in la gabiyo aan loo qasdinin sidaasuu uga baaqday niyadii baa gashay marka cilmulcaruud ayuu xataa niyadu ku jiraa marka abwaabta markaysa waxaan markaa baab kasta saasuu usoo gelaya marka niyadii waxay tahay baab sidiisa isaga ballaaran ayay markaasi mucaamalaadkana waxyaalo fara badan ayay marka ahlu cilmigu ka sheegaan oo marka niyadu marka ay soo geliso khaatimatuna yadii khaatimatu waclam waxaad ogaataa bianna niya in niyadu bixasab ilabwaabi abwaabta marka isagaa nisbadooda inay tahay filkayfiyati xagga qaab ka niyati lwuduui sida niyada marka isagaa weysada ayay ahaatoo kale iyo wasalaati niyada marka isagaa salaada iyo walxaji xajka niyadiisa iyo wasiyaami soomka niyadiisa wazakaati iyo zakada niyadooda kitaab aad u qiimo badan oo marka culimada mucaasiriinta sheekh ka mida ka qoray baa jira niyadaasaan marka isagaa si fiican uga warramaya مقاصد المكلفين بها ليدادا منك قرينا وحوي عمر سليمان الأشقر القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان والأصل فيما أصل الأئمة براءة ذمة يا ذا الهمة وحيثما شك امرؤ هل فعل او لا فالاصل انه لم يفعل او في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تاصل كذاك مما قعد الاصل العدم فاعرف فروع ما يجي وما قدي دليلها دليل كما حوي قاعده دني من الحديث بكاء هذا يا فتى ويلو يعني قد ثبت واسون هذا من الحديث حال حديثك كمديهي يعني مركا في مسلم وغيره بخصون هذا يا فتى ويلكو من طرق عديدة طريقية مركيسة وحان مركا بادن بوخسو نادي فتدخل واقليسة يعني مركا وحوية جميع الأبواب جميع الأبواب بداخل نيسة همزد عيال لقل نقلي الأبواب بلي جميع الأبواب أبواب تدامان تود يعني مركا قاعدة دي يقول لكيسة أي في القاعدة كما قد أصل وصلي أصل قليل هذه جميع أصل نسخة قار قريان ليلا دنا قاعدة دا أبواب تقليسين نقنيس لكن فاداني وحورنا يا جميع ومرفوع وفاعلك تدخل ساسورنا فتدخل وقليس جميع الأبواب أبواب تدمنتود يعني مركا أي في القاعدة كما قد أصلوا سلي أصل كدقه وتحتها وحمركا يسقى يعني قاعدة هستيدها قواعد قواعد مستكثرة إلي بضنتي الوتري قاعدة مركا بضنو إن درجة مركا قد شيء يا مركا هستيدها
فهكذا مركز يسوع المكة قاعدو ينكا قاضو محبرة حالة إيتاي مركز أمد يعني لا وناتشية ولا قرحية تحبيرك وكفرحين تأي تحسينك لي لا تحبرون بمعنى وحوية تصرون أو تنعمون أما والذين نعمل يلوغة شيدا أما مركز يسوع المكة وحلقات المامية والذين كفرحينية محبرة أي محسنة إذا مركز لو ناتشية ولا قرحية وحوينات الماما يا قاعدة ذا اليقين لا يزول بالشك وكم إذا قواعد الشنطة هايدي واويني أي مركة كحكسية يقين تشك مركة يسأل لغو ما مركة يعني سوريا أما لغو مرهرة أما كما قورتو يعني زال يزول وبمعنى تحول مركة يقين تكما قورتو شك كما قورتو شك كما قورتو لا يزال هدي ليلة كما بابا ذا لغة الماما يعني ساسا لغة الماما لا يزول بمعنى كما انتقاشو كما قورتا لغة الماما يا بالشك marka qaacidada waxa laga qaatay kulay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay yaani bukhariina waa soo wariyay laakiin muslim waxa uu soo gaar yeelay ee xogaha markay saxan marka yaani xaga marka yaani abwaabta iyo sidoo ugu soo aruriya fiican ah wafaqa fi husn as-sanaati muslim way oo waxa weey xadiiska sida looga helay iyo sahlan sida sawad si gaar ah ugu sheeg xadiiskana wuxuu tilmaamay uga jeeda waa xadiiska nabiga uu sallallahu alayhi wasallam ila shakka ahadukum falam yadri asalla thalathan am arba'an falyabni ala mastayqana يعني مركا وحوي هذا قفكو مركا وكشكيو أو كلا جرم وهي مصدح باتو كتيم عفر وحوي يقين صدايا كل سو شكي جنا مركا إذا قهطور حديث كاس أي مركا تلمامي يهدو حوي حكين يعني صلاة مركا وكش رفاء يعني أو ده شكي فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا إلى ويقين هلا أي لقى تلمامي مركا حديث كاس أي لقى قاطي قاعدة اليقين مراد كلو جدا ليهين وجدد لوغه جيدا ما اها بالي يدان علماء قطعي قطعي ما هو يقين لوغه جيدا شيء ثابت كه سوغان با لغا تلمامي قال الزركشي في قواعد سلاح الشيده كسوررايو ان هذه القاعده منقوضه بمساله اصوليه وهي جواز نسخ القران بخبر الى احد قاعده وهي برنيسا مساله اصوليه مساله صعه ان قرانك خبر احد لو نسخ كره أصولين تموذ قبين طائفة مركز أصولين تكم إذا أي قبيل لكن جماهير تودي دنيد وحي لهي قرآن كخبر الآحاد ما نسخك والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب إن آحاد لغو النسخ آيات قرآن كتابك لغو النسخ وآحادك وحنا نسخه حديثك آحاد ليس بواقع على الصواب سيدا صوابك وحد عيمة والله ما هي آيات قرآن وحديث آحاد نسخي لكن شغلتك هذا النقاشي أضواء البيانك يا مذكرة لابد وصفي عمو مركا أقول نقاشي وعانو كقهد لا مركا يسقى في سورة النحر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وكذلك وحكرا كقهد لا في سورة الأنعام أي كقهد لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا لابد آيضات أي كقهد لا صفي عمانو بسطيا وعانو إلى ذا مركا يسقى علماء بضان إسلا كتقي أنا علم قوذي فضل قوذي قرن يهد المسألة واخو خطأ مذكرة لفت يدر واخو خطأ لكن نصر قال نصر ورود وشرح مركا مراقي عسك المرا ووحوها كتاب كاس مركا تعريف كيس وهو الرئي وهو رؤها وحدا بي قول كيس كلام مركا يسقى أرنية مذكرة ذي أضواء بقية له وآه مركا يسقى آيات قرآن حديث أحد والقول نصخ كلام قول كاس أدبي قول كاس آيات أدبي لا بضع مركا قول عالم قضي خلافان قول بقى قول كقدم بي الرع أمر بقى أمر كقدم بي الرع وصسوا وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان قولك مركا يسوع عن مركا قوله حواه كي لبا هذلو كلا الدول لغا صور راي كي سدنبيه يبا مركا يسوع رأيوه رأيك عالمك رأيك الدنبا متليه كوهر وحواه وكاليه ياهي يعني مركا كالمنسوخ سلي وحوان نصخي وكاليه مركا وحواهي على كل حال وحا مركا ويولي مركو قاعدة ويولي وحي بريني سا مسألة أصولية يوحل ووجيب بأنه ليس المراد باليقين في القاعدة القطع ليس المراد باليقين ليس المراد وحا لوغا جيداي ما يهان باليقين اريغا يقين لوغا جيدا في القاعده قاعده غديدا القطع ما يهان القطع ما يهان يعني شيء قاسين مقطوع ياي ما والله هو باي شيء ثابت بشيء لا يرتفع الا بمثل وحا لوغا جيدا شيء سغن سغن شيء سلوغ تاسا لغا تيمم وحا لميدا وحان اهين كوما مركا ارتفاع والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الاحكام يعني نصك وحويه وحو جيدا ايده آيات أيوة يا خبر ولا أحد كنا وحيكس من يهمل والبين لو عمل فلين الواجب تاي تاسنا وحق أحكام توقف فرنت أكا قواعد فربضن بأمرك يسرح أمرك سوق ذا قل يبوري قاعدة
دليلها قاعدة دليل كيدو يعني مركا وحوي قد ثبت وصغنا ذي من الحديث حال حديثك كم ديو مركا صغنا ذي في مسلم بقصغنا ذي وغيره يا فتاوي الكو من طرق بقصغنا ذي طريق عديدة مركا بدل فتدخل واقشا جميع الأبواب أبواب تدمانتود أي في القاعدة بيقشا كما قد أصلوا سلي أصل كردقاء وتحتها قاعدة وحاها توكس أروريسا قواعد قاعدوين مستكثرة بدل يعني مركا وحوي قواعد سوء إن درجة مركا كذا قشي أما اللي يلاذه وقواعد مستكثرة إن درجة تحتها قاعدوين فربضن بإن درجة وحي كذا قشي تحتها أي تحت القاعدة اليقين لا يزول بالشك فهكها قاذبوا لقواعد محبرة حالي تايمين لقرحيي ولا وراتشي من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان من ذلك قواعد سيكم ذهاتي الأصل أصله كما استبان سيدي ظاهرتي عداتي بقاء ما كان وحي مركيسة أهادي تشري إنه كباقيه على ما كان وحي أهان تشري والأصل مركيسة أصله فيما أصل الأئمة يعني مركا اللي بصع وصلي علمته قاعدية أصل كدقين يعني براءة ذمة ذمة وإني بريتهي يا ذا الهمة كي همة أصاحبك أهو همة وين كي أصاحبك أهو يعني وحوي يعني شيء وحو كباقيه يعني براءة ذمة يا لا استصحاب يا أولو هشنية مركا الأصل براءة ذمة إلا أنت وحرى الله إلينا يدا يا لو هشنية وحيثما شك قرك الصو شكيه امرؤ شخصي هل فعل ما سمي أو لا مسمى سمينين فالأصل أصلك أنه لم يفعل إنا نسمينين وي شخصي أصلا نسمينين أو في القليل أما وحو كشكيه انت ير يو الكثير انت فراه بضن لبو كشكيه حمله وحلو حنباري على القليل كير بلو حنباري حسب ما تأصل سيدي أصل نقطي وحوينات الماما يا قواعد أبواب تنكسو أروري سوحا كمدى الأصل بقاء ما كان على ما كان قاعدة علماء الولادات شايقو أصل كلها باقي كيه وشايق أصل كي سوادو مركا وها إنو بنان يهي وحلورنا يا بنانان شاسا ويشنا يا إلا إنت واحد تحرين ديه الهلي شايق أصل كي سوادو أها إن مركا ديمادو بريتاهينا وحوية وحي أصل كاس إن ديمادو بريتاهي بالغو السقنانا يا لإستصحابا يا إلا ديمادي وحشوقليا دليل عضينا يعني الدمادو مشغولة بالتكليف أي تهي أو التكليف أي كم مشغول سنتهاي والدمادو أي ني بنانين فان براءة كسوغنين إلا تاسي أي عضانا يسو دليلكو عضانا يسو حالا استصحابيا إنا مركا حووية دمادو مركا يساقا إنا مركا بريتا إلا الدليل إنا مشغولة تهي عضينا يلاه براءة ذمة أدمة وحالا كياني يعني أدمة ومركا يساقا مركا ما يذم الشخص على تضييعه وهو حقوفك اللغو مركا عيبين أيه هدو ضيعه تسال ذمة اللي يدها ذمة تسال يدها ذمة يسوابري بمعنى إساقا مركا حقوق يعني مركا يعهود ضيعتان كيسا مركا اللغو عيبين أيه أيو مركا بريكا يهيبا لغة الماما يكمل أيه هدو قفك شكيه ولا فعل كاترا وما سمعي 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 أصل هو حوية وإنا نصمعي اللهم إلا مركا يساقف وحوية دي الشيطان كوكا غالب نقضي يعني بابك الصلاة وكلا وسوسط آدو فرب أو حوية وحيالي مركا مقطوعة همر والبوكشك قلني أولا يا مركيسة وريم كما تكنتي وارت ما تحرى حتى عين كاتها وحوية دوا رفع المشقة أي نقونا يسايو يعني مركيسة قال للعذري أي مركيسة قف كاسي حالك مركيسة حال مركا وغالب الظن وهي استو مركيسة إنه السميي وحا مركا وارنا يا مركيسة هو السميي وارنا شيطانك هو خلافه هذي كلا هو وارنا مر ولا مركو الشيطان كلا واحد ما تسمين أو يسقو أركي وجهي وما يلو يلها ما تسمين يسقو أركي يلها مني الله أكبر يا يعني وحوي يا مركا لغا يابا انو اسكبا دواقو سو ددك اسو توجيني وحوي يا وغلط نعصق مركا وحوي على كل حال ادو اسكو قبطه وحا ما تمين مسما وا تميساي وا مركيسا وحا مركا اصل كو وا انو نسمي علماء قار كودنا سي كلام اي ودغينا وحا يلاهدين ادو شيغا قفكو شيغي بو وحو مركا يعني غرانيا انو سميهي دبدنا وحو اسيري ورنيو مالا ما تمين حالك نوعاس اه أصل كوا إنه السمية بي مركا كدقين وسيدا كلام يرد دبا جدية سيدا كلا أيام يرد دبا جدية مركا على كل حال يعني ساسوي بابك لكن صلاة خلاف باقي السورة وات أحاديث قاركود يقين تعقول سوى شك لا توري علماء بدن وحي يدادين وشافعين كم تشك جو حلوقة كذا مطلق وترد سجى إنه كين دونه وفرق ما كان لها إنه ظن غالب يهاي يينه مساوي يهاي يينه ضعيف يهاي صدح الفرق ما كان ظن غالب كهذا دونه هبكم على ينيو من أفرت كذي صدح المقص قاضي ويا دمانتو شك بالي وحي يدادين فقهاده شك جا وحي كل طلاقان يعني مطلق الظن ملا أردن ملي غالب كي راجع حيكي مساوي أنت ومضاد وحي إلى ذا شكي أما أصولي أنتو شكي وحي يقانين احتمال كمساوي قابل يقان وحي إليه وحكى لك الظن يشكي يوهمي مركز الله سأودد
يعني وحوي وهم وظنك ضعيف كا ظنك مساوي كا لبلا احتمال أنا كلا أرجح كاي لبلا كفضل هذه لبلا كفضل مصاري هاي سول يا كانيا كسوح على إذا ظن مساوية وشك بإذا أصولين ظنك غالب كان وح على إذا يعني ظن الشك لما إذا لكن فوق هذا وامك كلا فرقيا والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد وآخر كين ممكن مرك وحوي أساس كبيري لكن مسائل لقاي تسمودا جاء قصص لقاهم مرك بابك صلاة اللي إذا وحي الصلاة ولما ذكر بها وحي قبان إن مركي سيظن غالب كائن لغود سيئ وتحرك حجث كتلمام يكف السرين مراد كاللغة شهد أي تايس يظن غالب كائن لغود سيئ نووو إن حجث كوحا ومركي يلي تحرك وحلقة تلمام يأو بمعنى السيدة وحوية يران شاه بضنونها وقستيو تأصل لغة تلمام مركا لكن وحوية علماء ذكر كود وحي إلى ذي الروايات كحديث كلفتي ساقار عطينا يال شيخ الألباني وكلا وحا مركا وكذهب ليا تمام منها أي مسألة كذلك في التعليق على فقه السنة مسألة ذا اسمرك يساوك قهر ليا تبدأ بعض الحديث بسؤال رورينا يا روايات كقار كود حديث كلية هاي أو تلماما يا حديث كتحرق روايات كقار أولينا أو تلماما يو يعني مركا يساوك مركا فليبني الذي يرى أنه صواب روايات شيئية هكل الصوت سيدو مركا يساوك مركا أو أركيو إني صواب كتا أما أم لينا إني صواب كتا روايات كقار كود بسيدة سيدة كسؤال رورينا روايات كساسوار ري معنى الإجمال في قصة رواية كصصي فصير يبو بركوي تساوي ذو حرنا يا سيد الراجح أي وحوية ماذا يبت أرنا يسا صلاة وحلقوا بالصياء ظني غالب كأه أحاديث سنة مركي تقال كرواية غالب كوشاري وحن لي هاي مسألة ذا وحن نقوم طيب مركي تروح المركة رسالة دار أه وحن المركة نووي كرة دينية مسألة ذا نكو عطينا يو أيا كقريب لي مركة تامل منها الله نقدر رسالة لكن أنا مطبوع أي مركة هدو سقوم أفتر شيء وحوية ما أنت بضنيت بلي مسا أنت يا ري وحوية تانو وحقول لي أنت يا ريت بلي يقينتي أم كراعي يقينتي أيها كراعي من ذلك مركز قواعد سيكا من ذاتي على أصل أصل كما استبانا سيدا مركز ظاهرتين مقاطي بقى ما كان وحي مركز هذا هنا مركز يعني باقيين على ما كان سيدا هذين لكم باقيين يعني من حرمة أما من حل من وجوب من إباحة سيدا مركز يا هاين باقي واستصحاب والأصل أصل فيما أصل الأئمة مركز لقصة على سيدا يا أئمة أصل كدقين قاعدين براءة ذمة ذمة وإن بريتها أو تكاليف إني مشغورة كطاي وإني كم مرة أنت بريكتها يا ذليمة فيه ماذا أصاحب كامرك عالية سميسيو وحيث ما شك قرق الصو شكيع مرء شخصي ألف على مثمية أو لا مثم سمينين فالأصل وأصله أنه لم يفعل وإن أنه سمينين وإذا أصل فيه سيدا أصبع أصل فيه مركع علماء ذا مركع إتاحا مركع على الظن غالب كالصلاة الغمال السيو مثلا ذا نيك وسوصدا بضن وكره ليا قاركود نيك وسوصدا بضن وهكذا إذا الشكوك تقصر وكمركي سلع الصيمين كورنية قواعد سمركة لها القواعد الذهبية حتى الشكوك تبضطنا يظن مركي سلع مركة لما أبيري الروح وصوصد خفر بضطي مركي سلع مبتلا كأهل امتحاني أو في القليل والكثير مركة هدو يعني سوق بتوبي لهذا ورنيه صلاة ما تحرم همزدي ما تقول واقف نيو الله مكما تشيدين أوس وسب ذي هين وما أبيري وقص عني سلدي وقص عني يعني وانا رفع المشقة إذا ضاق الأمر اتصع أو في القليل أما أنت يربك شكي يا والكثير مركي تجا أنت بدر حمله وحلقه حنباري على القليل مركي تجا كيرا حسب ما تأصل أصل نقطي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.